PRP عبارة عن بلازما، هو بلازما ريتش بليتلتس، واحنا بنسحب دم من البيشنت وبنحقن تاني البليتلتس دي اللي هي يعني غنية بتجراس فاكتور وبتدي نضارة وعلى حسب المكان ديبند للسكن للبشرة او للشعر. ممكن لو في حد عنده مشكلة في الشعر، طبعا هير فول، يعني حاجات كتيرة يعني تسبب وقوع الشعر، ده بنعمله ان هو بيقوي الفوليكل، الهير فوليكل، بصيلة الشعر. ممكن ناس تقولك انا بعملها كبروتكشن او مينتيننس، انت بتدي بدل ما انت بعملها تحطي لوشن على شعرك او حاجه، بتدي نضاره وبتدي حيويه للشعرايه نفسها. احنا بنعمل سيشن وبعد شهر بنعمل سيشن ثانيه. هو الواحد بيحس especially في الشعر ان يعني الشعر الهير سايكل طويله، فبتحسي من تاني لتالت سيشن بتحسي ان في فرق في مش لازم نقول هيطلع شعر، ممكن يطلع شويه بيبي هير، ممكن انت البيشنت نفسه يحس ان شعره ما بيقعش زي الاول، فده اتس جود ساين.